السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقول لكم في النادي عفوا من النادي الريال القنيطري لكرة حديدية مباراة بين فريق إسحاقي العلوي وفريق بولما من نادي المحمدية. فريق إسحاقي العلوي تتكون من حافظ منقاري وأمين، في حين فريق بولما تتكون من دريس والعربي. هذه الجولة الأولى بريمير لين. العياسي كونتر قدي العياسي مرحبا بي قدي قدر عياسي قدر عياسي قدي مرحبا بي حسين حسين وزان راه سبي سيح سبي أجوار كتر سفيان أجوار أجوار جوج نقاط لصالح فريق بوجمعة دريس العربي ضد فريق إسحاقي العلوي منقاري أمين 2-0. يلا يا إخوان دوزيام مان اللي ما عرفش الخصم يجي عندنا دوزيام مان راه لي بياليتي 23 حريبلا دريس حريبلا كرافس كاتر مجاري نورتي كرافس ضد مجاري أجواك كاتر سفيان الراس راس كتر اش راس اش يا خويا اش كتر جيراري اشوي
Wehbi. Wehbi. Adili contre Wehbi. Wehbi. اللي سالا يجي قيد اللي بغى الخاص ديالو بقى معايا هنايا لا انت واحد معايا بالداخل ويتيام شامبيونا داخل الملاعب سيزيام ثلاثوزيام على برا اسمح لنا الله يجازيكم سبيل سبيل من قارئ في البحر البوان نقطة لصالح حافظ العلوي دابا النتيجة 2-1 شنو المشكل عمي؟ خاصك الويتيام اللي تلعبو الدار اه وي